راديو نيل. كنت تعرف ان كل علماء علم النفس اجمعوا ان اكتر لون مريح للاعصاب واكتر لون بيحسسك بالصفاء الداخلي وبالهدوء النفسي هو اللون الازرق. اللون الازرق انت كفايه بس انت بتبص للسماء وهي صافيه او تبص للبحر تحس بالحريه وتحس بالسبيس وبالفضاء وتحس براحه كده وسكينه نزلت عليك بشكل مرعب. عايز اقول لك كمان ان اتعمل زي ريسيرش على مستوى العالم كله، سالوا بشكل عشوائي عدد كبير جدا من الناس من ثقافات مختلفه من جنسيات مختلفه اعمار مختلفه رجاله وستات وبنات واطفال، ايه هو لونك المفضل؟ باي فار، بمعنى باي فار اكتر لون كان مكتسح واكتر لون الناس كلها اجمعت عليه بشكل كبير قوي هو اللون الازرق، سواء كان الازرق الصريح او الرويال بلو او البيبي بلو او اللبني او الفي شويه مدي على بيستاش، ولكن درجات الازرق عموما اللون الازرق هو يعني نقدر نقول عليه يونيفرسال كولر او لون دولي، لون عالمي، لون اجمع عليه معظم الناس من معظم الشعوب بمختلف ثقافتهم وسنهم. انت بقى لونك المفضل ايه واللي بيحسسك كده فعلا بالصفاء وبالراحه النفسيه وبالسعاده؟ انا بصراحه يعني حتى من قبل ما اقرا المعلومه دي انا اللون الازرق، انا اي حاجه تفكرني بالبحر تلاقيني على طول بجري عليها، كانت بقى لبس وهدوم ومش عارفه مين، كانت عربيه، كانت لون كراسه، لون قلم، كوفر موبايل، انا اللون الازرق يعني بلو از ماي فيفرت كولر. لو انت عندك اي معلومه قويه ابعتها لي انت كمان لو سمحت على 1053، خلينا نتبادل المعلومات كلنا.